نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن الدروس المهمة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لابد قبل البدء في أي دورة أن يكون هناك اتفاق على شروط الدورة، فنريد أن نذكر الشروط ونتفق. إن اتفقنا مشينا في الدورة، وإلا إن شاء الله تعالى كل واحد يمشي في طريقه. لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لي والدي بلسان عربي مبين، قال: إما الموافقة والمفارقة. نعم. فشروط الدورة هي: الشرط الأول، نريد المواظبة على الحضور، ما نريد أي عذر للغياب مهما كانت الأسباب، لأن إن شاء الله تعالى يعني بعد العصر درس، وبعد المغرب، وبعد العشاء، ثلاث دروس اليوم وثلاث دروس غدا وانتهى إن شاء الله تعالى. فما يعقل أن ثلاث دروس تتغيب فيها. لا نقبل أي عذر للغياب إلا عذر واحد، وهو الموت. قل فلان مات، نقوم بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه، وإن شاء الله إذا كان لديه تركة نقسمها. مفهوم؟ مؤمنون على شروطي. الشرط الثاني، التأدب بآداب طالب العلم في المجلس، منها الكتاب أثناء الدرس. الكتاب أثناء الدرس، يذكر علماء أهل السنة أن الكتابة في الدرس لابد لها من شرط وأدب. إذا أراد الطالب أن يكتب في الدرس لابد أن يعرف شرط وأدب. الشرط أنه يكتب هذا الذي سمعت من درس الشيخ، لأنه قد وهو يلقي المدرس يلقي شيء ويكون سبق لسان، بخلاف لو كان يملي عليك. صحيح؟ نعم. فيشترط أن الذي يكتب في الدرس يقول: هذا من سماعي لدرس الشيخ، لا من إملاء الشيخ. هذا الشرط. الأدب لابد لمن أراد أن يكتب في مجالس العلماء أن يستأذن، وإحنا هنا ما نأذن لأحد أن يكتب. لماذا؟ لأنه قد تذهب عليك فوائد أثناء الدرس، فماذا تصنع؟ بعد الدرس إن شاء الله تعالى تجتمعوا فيما بينكم وتكتبوا. أداب أثناء الدرس، ضعها جانبا هنا. أداب أثناء الدرس يعني ما يمكن يا أخواننا أن واحد في الدرس يأكل ويشرب واللي يطالع في الجوال واللي يرسل رسالة. صحيح؟ نعم. فأي واحد يخل بهذه الشروط، إذا أخرج الجوال نحن نسحب الجوال منه، سواء أنا أو غيري، إلا إذا كان يسجل على هذا أمر آخر. تسجيل ما في إشكال، تبغى تسجل سجل، ما عندنا إشكال. نعم. طيب يا أخواننا، جبريل عليه السلام أتى إلى مجلس من؟ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ ظهر عليه أثر طلب العلم، جلس جلسة المتأدب المتعلم، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاطعه. الجن حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. ما التفت واحد منهم أو تكلم أو كذا. أراد أن يرافق الخضر ويتعلم منه موسى عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبين للخضر أنه يعرف آداب طالب العلم، أي موسى عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لماذا يقول له هذا الكلام؟ حتى يوافق على أنه يسير معه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: جربني، أنا أعرف آداب طالب العلم. طيب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، اتفقنا أننا نحفظ في هذا الدرس شروط لا إله إلا الله، الدرس الثاني بعد المغرب شروط الصلاة، بعد العشاء إن شاء الله نقول لكم واحدة واحدة. طيب، مهم جدا. هذه الشروط: المواظبة، تحلي بآداب طالب العلم،
الحفظ والمذاكرة. بعد ما ننتهي من الدرس تتعاونوا فيما بينكم، وكل واحد منكم يعني يتذاكر مع الآخر وتكتبوا بعد الدرس. طيب، اتفقنا؟ أنا ما أريد يعني كلام يقال باللسان، أريد أن يصدق العمل. أسحب الجوالات. طيب، ندرس إن شاء الله تعالى متن الدروس المهمة. لو قال لك قائل، لماذا ندرس هذا المتن، أي متن الدروس المهمة؟ لماذا لا ندرس غير هذا المتن من الكتب؟ لأننا طلاب، والطالب لا بد له في طلبه للعلم أن يرجع إلى العلماء الربانيين، ورجعنا العلماء، العلماء نصحوا بهذه الرسالة. ثم لأنها على ما سماها المؤلف مهمة. لو قال لك قائل، نعم هذه مهمة، لكن مهمة لعامة الأمة، وأنا لست من عامة الأمة، أنا طالب علم، نقول طيب نسألك عما في هذه الدروس، أجبت فالحمد لله، فأنت أعلم من عوام الأمة. وإن لم تجب ترى أنت لا تصلح أن تكون حتى من العوام، العوام أحسن منك. تعلموا ما يتكبروا على العلم والعلماء، هذا سبب الدراسة. أيضا أي كتاب تقتني، مجرد أن تأخذ كتاب وتقتني كتاب، ماذا تصنع في هذا الكتاب؟ تقرأ المقدمة والفهرس. بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب، هذا أقل ما يقرأ في الكتاب قبل أن تضعه في الرف. الدروس المهمة على ماذا تحتوي؟ على دروس. أهم هذه الدروس أو ملخص هذه الدروس ما يتعلق بحفظ القرآن، وما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد أي الشرك، ثم ما يتعلق بالصلاة والوضوء والطهارة، ثم تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، ثم الآداب والأخلاق الإسلامية. ستة أشياء، من يعيد علي؟ يعيد أشياء ستة، أعيد أنا. ما يتعلق بحفظ القرآن، توحيد، الصلاة، طهارة، الصلاة على الميت وتجهيز الميت، والآداب والأخلاق. سهل جدا. نعم يا أستاذ عصام، أبو عصام، ما يتعلق بحفظ القرآن. لا أحد يتكلم. نعم، ما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد الشرك، الصلاة، طهارة، التجهيز الميت، الصلاة عليه، والآداب والأخلاق الإسلامية، يعني أهم ما يتعلق بحياة المسلم. طيب، نبدأ بالدرس الأول وهو لا أحد يتكلم، طريقة السلف في حفظ القرآن. انقسم الناس في حفظ القرآن إلى طرفين وسط، قسم يهجر القرآن ولا يقرأ القرآن، وقسم يقرأ بلا تدبر. وأهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم، في كل يوم كان السلف الصالح يحفظون 10 آيات، وفي كل يوم ينظروا في معنى هذه الآيات وتدبروا فيها، وفي كل يوم يستعينوا بالله على العمل. هذا الذي يكون على طريقة السلف، لا يترك الحفظ أبدا، ولا يترك التدبر ولا العمل. فماذا تصنع؟ في كل يوم تحفظ. طيب، لو أردت أن تقرأ في تفسير هذه الآيات قد يأخذ عليك وقت طويل. نقول لا، من قال لك أنه يأخذ وقت طويل؟ تأخذ تفسير مختصر، هذه نصيحة علماء. أي تفسير؟ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، تفسير مختصر سهل واضح، 10 آيات أحيانا والله لا تأخذ منك 5 دقائق. نعم، هجر القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر للقراءة، وهجر للتدبر، وهجر للعمل، وهجر للتداوي. إذن انقسم الناس تجاه حفظ القرآن لطرفين وسط، قسم لا يقرأ ولا يصنع شيء يهجر، وقسم يحفظ بلا تدبر، إن شاء الله السلام العافية، هم الخوارج يقرؤون القرآن ويجهز تراقيهم، وقسم يقرأ ويحفظ في كل يوم وتدبر واستعين بالله على العمل. هذا السلفي حق. طيب، هذا ما يتعلق بحفظ القرآن القسم الأول، بخاصة يذكر الشيخ بن باز رحمه الله ما يتعلق بسورة الفاتحة وقصار السور، يعني من الضحى إلى الناس. هذه السور دائما تكرر عندك، فما يعقل يا أخي. أسأل بعض الطلاب، ما معنى إن شانئك هو الأبتر؟ يقول لا أدري، لا أدري.
قل هو الله أحد. ما معنى أحد؟ يقول ما أدري. الصمد، يقول لا أدري ما معنى الصمد، ويكرر يعني هذه السورة الفاتحة لا أدري عنها شيء. طيب، هذا هو القسم الأول ولله الحمد. نراجع الآن ما أخذنا في القسم الأول ونبدأ في القسم الثاني. من يذكر لي ماذا أخذنا في هذا القسم؟ نعم يا أخي. حفظ القرآن. انقسم الناس تجاه حفظ القرآن إلى ثلاثة. طرفين ووسط. الوسط هم جعلنا الله وإياكم منهم. ماذا يصنعوا السلفي حق؟ لابد أن يحفظ في كل يوم 10 آيات أو زيادة أو أقل قليل. من أي تفسير؟ ابن سعدي رحمه الله، لأن تفسير مختصر سهل واضح. ويستعين بالله على العمل. الله يفتح عليك. طيب، الآن ننتقل للقسم الثاني ما يتعلق بالتوحيد. يا أخي، تلتقي بإنسان يقول لك هل أنت موحد؟ تقول نعم. كيف موحد ونصف؟ يقول طيب، ما هذا التوحيد الذي تدعيه؟ ما هو التوحيد؟ تقول ما أدري. معناه أنه عندما قال أنا موحد هذا شهادة الزور، لا أعرف ما هو التوحيد. بخاصة طالب علم، يعني ممكن يأتينا إنسان عامي لا يعرف تعريف التوحيد ولا أنواع التوحيد ولا كتب التي ألفت وكذا، لكن تسأله من الخالق؟ يقول الله. الرازق الله. المدبر الله. العبادة حق لمن؟ يقول العبادة حق لله، ولا صح أن يصرف منها شيء، والله سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات. الحمد لله هذا موحد، لكن طالب علم لا يعرف ما هو التوحيد. من يعرف للتوحيد عند أهل السنة تعريف التوحيد شرعا؟ التوحيد شرعا هو وإفراد الله تعالى بما يستحق، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، كل العبادة لله. وتوحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات، بأن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونشرح بإذن الله يعني بعد هذا ما هو يعني توحيد الأسماء والصفات. طيب، إذن هذا معنى أن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نأتي إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ لو قال لك قائل هل أنت مسلم؟ تقول نعم. يقول ما هذا الإسلام الذي تدعي؟ من يعرف لي الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ نعم يا أخي. هو الاستسلام، أن تسلم، لأن أنت عبد ولا تعترض. الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، أي توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والانقياد لابد أن تعمل انقياد له بالطاعة، وغير الطاعة المعصية، هذا ما يمكن. وسوف يأتي معنا أن من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله بالكلية، لا تعلم ولا يعمل، هذا يتناقض من نواقض الإسلام. والانقياد له بالطاعة وغير الطاعة المعصية. والبراءة لابد من تحقيق البراءة. من ماذا يبرأ؟ يبرأ من الشرك وأهله. طيب، البراءة من الشرك وأهله تأتي معنا إن شاء الله تعالى، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ما هي مراتب الدين؟ ترى هذا الكلام اللي نذكره الآن يعني هذا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أشياء لا بد أن تعرفها في دين الله. نعم، ما هي مراتب الدين؟ نعم، الإسلام والإيمان والإحسان. إذا مراتب الدين ثلاث مراتب: إسلام، وأعلى من الإسلام إيمان، وأعلى من الإيمان إحسان. هذه مراتب الدين. طيب، كل مرتبة لها أركان. من يذكر لي أركان الإسلام؟ سبحان الله، هذا ما يمكن أنه تعرف؟ نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب، نقف واحدة واحدة. شهادة، اصبر، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب، سؤال: أبو جهل، أبو جهل
هل أبو جهل يعرف معنى لا إلا الله أم لا؟ يعرف أو لا يعرف أبو جهل؟ يعرف؟ يعرف. فقبح الله، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل يعرف أصل الإسلام، كافر رأس الكفر، وأنت مسلم لا تعرف معنى لا إله إلا الله؟ من يذكر لي معنى لا إله إلا الله ولا يجعل أبو جهل أعلم منه؟ يلا نعم أنت يا أخي. لا معبود بحق إلا الله. طيب لو قال لك قائل معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، صح أو خطأ؟ اللي يعرف يرفع اسمه. من الذي يقول صح لا معبود إلا الله؟ صحيح؟ لا 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 لا، هذا احنا ما احنا درس علم الآن. احنا صح أم خطأ؟ مو غلط، هذا أبطل الباطل. لأنه لو قال معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، معنى هذا أنه كل معبود فهو إله، الذي عبد الصنم عبد الله، والذي عبد الحجر عبد الله. لماذا لابد أن نقول في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق حتى نكفر بجميع معبد من دون الله؟ ونأتي بما يكون في معنى لا إله إلا الله. لابد في لا إله إلا الله من ركنين، وإلا لا إله إلا الله لا تنفع: كفر وإثبات. كفر وإيمان، نفي وإثبات، هذا ركن الشهادة. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذا لابد في لا إله إلا الله من ركنين: نفي وإثبات، كفر وإيمان. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. طيب، ومقتضى شهادة أن محمدا عبد رسوله ماذا؟ مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، ولا استثني شيء، وتصديق ونصدق ولا نكذب شيء، وتصديق فيما أخبر، واجتناب، يعني تجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب وأنت في جانب آخر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا نأتي بعبادة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا وقعنا في البدعة. طيب، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن المفتاح لا يفتح إلا بأسنان. هذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله. الذي لا يأتي بهذه الشروط لا تنفع لا إله إلا الله. فشروط لا إله إلا الله شروط ثمانية، من يعرفها؟ ما شاء الله، خلاص يا أخوان استغفر، ما حد يعني يتكلم عندكم. نعم نعم، هات السبعة أنا أجيب الثامن. العلم، ما معنى العلم في شروط لا إله إلا الله؟ يعني تعلم معنى لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. العلم يعني بمعنى لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. قدم قدم، لا تتكلم أستاذ، تقدم أنت حتى لا أكلمه. العلم وضد العلم الجهل، يكون جاهل بمعنى لا إله إلا الله فلا تنفع لا إله إلا الله. الثاني القبول، وضد الرد، إذا لابد أن يقبل كل ما جاء عن الله ولا يرد حرف واحد. نعم. وبعده اليقين، وضد هذا الشك، فلو شك ولو 1% في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، أو شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد أو رسول لا كذب عليه الصلاة والسلام، هذا ليس موحد أصلا. نعم. الصدق، ما معنى الصدق في لا إله إلا الله؟ أن يكون صادق في قول لا إله إلا الله. المنافق الآن نسأل الله السلام عافية، المنافق نفاق أكبر، نفاق اعتقادي، كاذب في قول لا إله إلا الله. لابد أن يكون صادق في قول لا إله إلا الله، لا كاذب. نعم. الإخلاص، وضد هذا الشرك. إذا عندنا إشكال كبير جدا وهو الشرك، لأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. فقد يقول لا إله إلا الله ويذبح للصنم، يذبح للقبر، ما تنفعه. عندي سؤال، هل الرياء في الصدقة كالرياء في لا إله إلا الله؟ لا. اللي يعرف يرفع اصبعه. هل الرياء في الصدقة راء في الصدقة؟ هل الرياء في الصدقة كالرياء في لا إله إلا الله؟ نعم، هذا رياء وهذا رياء، والرياء شرك أصغر هنا وشرك أصغر هنا، صحيح؟
خطأ. لماذا خطأ؟ الرياء في لا إله إلا الله. الرياء لو رأى في لا إله إلا الله بعد الدرس، لو رأى في لا إله إلا الله هذا ما دخل في الدين أصلا، لكن لو رأى في الصدقة شرك أصغر. إذن هنا شرك أكبر وهنا شرك أكبر، هنا شرك أكبر وهنا شرك أصغر. طيب نعم. الانقياد إذن لابد من عمل، وضد الترك. نعم. المحبة يحب من؟ يحب الله، ولا يحب أحد كائنا من كان مع الله. محبة مساوية. طيب أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الصالحين والموحدين وغيرهم؟ هؤلاء محبتهم تحت محبة الله، مفهوم؟ طيب المحبة وضد هذا البغض، وسوف يأتي معنا في نواقض الإسلام. يقول من أبغض شيء قليل أو كثير مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. يصلي لكن يبغض الصلاة، كافر. نعم. الثامن الكفر بمعبد من دون الله، الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله ركن الشهادة، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، مفهوم؟ نعم. طيب نعم الثاني أيضا أركان الإسلام. نعم. أركان الصلاة، إقامة الصلاة. أي صلاة؟ سؤال لك. صلاة الضحى الفجر والعصر. نعم. كم؟ لا أحد يتكلم يا أخواننا. خمس. الصلاة المفروضة الخمس. هذه الصلوات لابد أن تؤدى جماعة على الرجال البالغين. أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة. شيخ الإسلام ما يرى هذا، يرى أكثر من هذا، يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. يعني لو صلى هذا معنى كلام شيخ الإسلام، لو صلى هذا في بيته وهو بالغ عاقل ذكر بدون عذر فصلاته باطلة لا تقبل. أي نعم، هذا رأي شيخ الإسلام. طيب سؤال، الذي يقول على طريقة السلف، ماذا كان يقول السلف في من يتخلف عن صلاة الجماعة؟ منافق ظاهر النفاق، كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني يحمل لا يستطيع السير على رجليه، يهادى به بين الرجلين. قال ولا يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق. صلاة الجماعة أخواننا، الآن لو تعد في صلاة الفجر ممن هم طلاب علم إلا من رحم الله، كيف ما يقبل التخلف عن صلاة الجماعة إلا أعذار ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. هل كان السلف يتركون صلاة الجماعة؟ ما تسمع أشياء عجب يعني عن السلف في المحافظة على صلاة الجماعة. طيب صلاة المفروض الخمس. نعم يا أخي. الثالث إيتاء الزكاة. نعم. الرابع صوم رمضان. والخامس حج البيت. نعم. طيب الله يبلغنا وياكم. هذا ما يتعلق طيب بشيء الإسلام. من يذكر لي أركان الإيمان كم هي؟ خمسة أو ستة أو ثمانية؟ نعم. كم هي؟ نعد. يلا بسم الله. أن تؤمن بالله، ما يصلح، لازم ترتب. نعم يا بطل. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا اللي يدق جواله، خليه يعطينا الجوال. جوالك ابحث عنه أبو أنس، خلنا ناخذ الجوال. ما يضر، يغلقه الآن، يغلق، يغلقه. إخواننا هذه الدقات موسيقى مشكلة ترى، لعله أخطأ ولا كذا، ما في إشكال. تحدث. اشتريت أنا يوم من الأيام جهاز نوكيا، أيام كان النوكيا ما شاء الله. المهم اشتريت الجهاز ووضعته على الصامت ودخلت لصلاة الجمعة، وأنا في الصلاة أسمع موسيقى صاخبة. فالمهم
وأنا أقول سبحان الله، هذا يا أخي كيف داخل الجمعة بهذه المسيرة والصوت يقوى يقوى ذا في جيبي، مبرمج من الشركة، الصامت كان وضعنا على الموسيقى الله المستعان، فيعني لا إشكال. طيب آخر مرة ترى نسحب بعد هذا لو دق. طيب أن تؤمن بالله، ستة أركان ستة، نعم تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير والشر. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما هو الإيمان؟ لو قال لك قائل ما هو الإيمان، ما تعرف الإيمان عند أهل السنة؟ هل أنت مؤمن؟ كيف أكون مؤمن؟ الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور خمسة، إذا اختل واحد من هذه الأمور الضوابط الخمسة في التعريف هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة، مفهوم؟ تعيد بإذن الله عليه هذا التعريف. قول باللسان، قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل القلب والجوارح، أو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، لكن أحسن قل عمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول عمل اعتقاد يزيد وينقص. هذه الأشياء أخواننا لابد أن تكون محفوظة عندك مثل اسمك، والله لو تنسى اسمك ما في إشكال، لكن تنسى الإيمان إشكال كبير. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان فعلها قول لا إله إلا الله، وأدناها على عمل الجوارح، والحياة عمل القلب، أيكم زادته هذه إيمانه هذا يزيد، وإذا كان يزيد ينقص. كم ضابط؟ خمس ضوابط. عندي أسئلة على التعريف. يقول بلسانه، يعني يقول لا إله إلا الله بلسانه، لكن ما يعتقد بقلبه، ماذا نسمي؟ الذي يعرف يرفع، ترى آخر مرة اللي يتكلم دون أن يرفع أسبع أبو أنس كنا لك شي بعصي شو. نعم يا أخي، منافق نفاق أكبر. طيب سؤال ثاني، يقول يعتقد بقلبه، يعتقد بقلبه، يعتقد التوحيد وأن محمد عبد رسول، يعتقد لكن ما يقول بلسانه، مؤمن أم لا؟ ما يقول بلسانه لكن يعتقد بقلبه. أنا لا أدري، مؤمن كافر، واحد من اثنين. سبحان الله، أقول يعتقد بقلبي يا رجل، يعتقد أن لا إله إلا الله محمد عبد الرسول، يعتقد أنواع التوحيد، يعتقد الإيمان، يعتقد كل الشريعة، لكن ما يقول بلساني. سبحان الله، من يخالفه؟ كافر يقول، أعوذ بالله. نعم، كافر مسلم، مسلم كافر، مسلم اختلف العلماء، كافر كافر شفت خالفه كله، لا شك في كفره. أئمة الكفر على هذا، تعرف أئمة الكفر على هذا، أعطيك أمثلة، فرعون على هذا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أبو طالب على هذا، أئمة الكفر يعتقدوا لكن ما يصرح بألسنتهم، صحيح؟ نعم، قلنا في التعريف لابد في الإيمان من أمور خمسة، ما صرح بلسانه كافر ولا شك في كفره. طيب قول باللسان، لابد قول باللسان، ما يقول لا إله إلا الله. طيب إذن فرعون مسلم، وأبو جهل مسلم، وأبو طالب مسلم، وإبليس مسلم، إبليس معتقد، أي نعم، وعمل، كفار كان عندهم شيء من الأعمال لله ومن العبادات لله، والله أسلموا، أعوذ بالله. طيب هو الإشكال في هذه الأيام، حتى من يشكك في كفر إبليس موجود في هذه الأيام، هذا بعد هذا قال لا داعي لندرس الناس التوحيد، شكك في إبليس، أي نعم. طيب إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بعد هذا وين هو اللي أذكر لنا؟ نعم، المرتبة الثالثة، الإسلام والإيمان. نعم، الإحسان، الإحسان ركن واحد،
وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. عبادة المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. إن لم تصل إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج على المرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. عبادة خوف وهرب تسمى عبادة المراقبة. مرة أخرى، الإحسان ركن واحد وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. طيب، أنواع الشرك كم؟ لو قال لك إنسان هل أنت مشرك؟ تقول لا، أعوذ بالله. قال ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك وتتبرأ منه؟ تقول لا أدري. أقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت ما تدري. وكيف يحرم الله عليك شيء وأنت لا تعرفه؟ صح؟ أي نعم. يقول لك هذا، يقول عندك مخالفات مرورية؟ تقول لا. لابد عندما تقول لا أنت تعرف مخالفات، صحيح؟ نعم. كيف بالشرك؟ أهم ما عليك معرفته معرفة التوحيد ومعرفة الشرك حتى لا تقع فيه. فكم أنواع الشرك؟ أنواع الشرك، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر وشرك أصغر، الحمد لله. طيب، من يذكر لي مثال واحد على الشرك الأكبر؟ مثال واحد. نعم، الاستهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مخرج من الملة، استهزاء بالدين. الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد يكون أحيانا شرك أكبر، لكن الأصل فيه أنه شرك أصغر. الإشراك بالله، لكن إشراك أي إشراك؟ إحنا قلنا الشرك، تقول الشرك هو الإشراك. أعطينا مثال على الإشراك بالله يا رجل. نعم، الذبح. لا تكلم يا شيخ. الذبح لغير الله، أي ذبح؟ هذا يذبح لأنه جزار يبيع اللحم، أي هكذا. قل الذبح للجن لأصحاب القبور، الذبح لغير الله محبة وتعظيما. نعم، فتح الله عليك. ذبح يا أخي، ريح نفسك. كل عبادة تصرف لغير الله فهذا شرك أكبر. كل عبادة، الذبح، النذر، الخوف، الرجاء، التوكل، الصلاة، الصيام، كل العبادات، وارتاح. هذه أمثلة على الشرك الأكبر، ألف مثال. مفهوم؟ طيب، وأمثلة على الشرك الأصغر، حلف بغير الله، الرياء، قول ما شاء الله وشئت. طيب، عندنا أيضا شرك خفي. الشرك الخفي أحيانا يكون أكبر، مثل النفاق الاعتقادي، المنافق نفاق اعتقادي، شرك وشرك خفي لكنه أكبر. والرياء شرك خفي لكنه أصغر. طيب، نراجع لما أخذنا ثم يعني بعدين نتفاهم عن الدرس الثاني. فكل واحد منكم يذكر لي فائدة. نبدأ باليمين. فائدة استفدناها اليوم، أن الناس يعني قسم الناس تجاه حفظ القرآن لطرفين وسط، والمتبع حقا للسلف لابد أن يحفظ في كل يوم لزاما عليه إذا كان على السلف، على طريق السلف، وفي كل يوم ينظر في تفسير هذه الآيات واستعين بالله على العمل. وأقل ما يقرأ في التفسير الفاتحة من الضحى للناس، وتفسير الإمام بن سعدي، عبد الرحمن عبد الناصر بن سعدي، لأنه تفسير مختصر واضح، وألف هذا التفسير حتى نعمل بالقرآن. نعم. أنواع التوحيد، أنواع التوحيد كم؟ ثلاثة. توحيد، توحيد الربوبية، توحيد أسماء وصفات. أي أنواع التوحيد هذه الثلاثة التي يعني أقر بها الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي توحيد الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بنوع من أنواع التوحيد الثلاثة؟ نعم نعم، أقروا بتوحيد الربوبية. تخاصم عليه الصلاة والسلام معهم في أي توحيد؟ الألوهية. ولا أنتم عابدون ما عبد ولا عابد ما عبدتم. إذن لو أتى إنسان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إلا عبادة واحدة، مرة واحدة فقط، مرة واحدة في حياته ذبح للقبر ذبابة، قرب ذبابة للقبر، أشرك شرك أكبر، وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع العبادات كلها، صح؟ نعم. طيب، غيره؟ الإمام ما هو؟ قول باللسان،
واعتقاد بالقلب، عمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. هل يصح أن يعتقد دون أن يعمل؟ أبد. طيب يعتقد دون أن يقول بلسانه؟ على هذا من؟ أئمة الكفر وجحدوا به استقالة أنفسهم. طيب غيره. نعم، معنى لا إله إلا الله، لابد في معنى لا إله إلا الله من نفي وإثبات كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية، لا معبود بحق إلا الله. عندنا قاعدة قبل هذا السؤال، اليهود والنصارى كفار أو لا؟ الذين في الزمن الآن، من الذي يعرف؟ اللي يقول يهود ونصارى، آخر مرة، اليهود والنصارى، يعني لو وجدنا اليوم يهودي على مثل ما كان عليه موسى عليه السلام، لما غير حرف، وقالوا عندهم فرقة كذا ما أدري عنها. نعم نعم، أقول على مثل ما عليه موسى عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ها. نعم يا أخي. طيب هو اتبع دين موسى مو دين إسلام؟ دين موسى عليه سؤال. طيب لا تزعل علي، لا تزعل علي. هو الاستدلال بهذا قال إسلام وموسى مسلم عليه الصلاة والسلام، نبغى دليل خاص على تكفيرها. نعم دليل خاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع به يهودي، قال والذي نفسي بيدي، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق بلا قسم، والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به. إذن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كان من كان. قلنا في معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تكفر بجميع معبد من دون الله منذ مجرد ما بعث عليه الصلاة والسلام، نسخ كل شريعة كانت قبل. نعم، فاليهود والنصارى الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي زمن اليوم بلغتهم الدعوة ولم يؤمنوا، كفار حتى وإن كانوا على مثل ما عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. طيب غيره. نعم، أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. في العادة أن نذكر هنا عند إقام الصلاة يعني شيء من الرواتب. من يعرف السنن الرواتب؟ سنن الرواتب، سنن الرواتب يعني مرتبة مع الفرائض، تأتي مع الفرائض. ما هي؟ ماذا نصلي مع الفرائض إخواننا؟ سبحان الله. ها؟ مركز أهل الأثر. ما أعرف والله. ها بسم الله. يلا يا شيخ. ركعتين بعد الظهر. ركعتين بعد المغرب. هذا جيد، يبدأ بالظهر، لماذا؟ اصبر يا أخي. أنا معك. يبدأ بالظهر لأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فتح الله عليك. نعم. ركعتين بعد الظهر. قبل الظهر كم ركعة؟ قبل الظهر ركعتين. ما حد يتكلم، ركعتين قبل الظهر. ركعتين بعد الظهر. وركعتين بعد الظهر أو أربع ركعات. إذا حسبنا السنة راتب 10 ركعات تكون هذه ركعتين، وإذا 12 ركعة أربع ركعات. والعصر ليس له سنة راتبة، لكن يصح أن يصلي قبل العصر أربع. بعد المغرب. ركعتين بعد المغرب. بعد العشاء. وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل المغرب. وركعتين قبل الفجر. طيب، هذه السنة الرواتب. ركعتا الفجر لها مميزات عن بقية الرواتب، مميزات، مو مميزة، مميزات. بسم الله، تذكر خمس إن شاء الله لي أو أربع. واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لا في حضر ولا في سفر. طيب الثاني. سبحان الله. في الأجر وفي الفضل
أفضل جاء في فضلها ما لم يرد في هذه الأكثر يعني في الفضل. قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقولون لك بنعطيك أموال الدنيا كلها، هذه ركعتين أفضل من هذا، لا تتركها أبدا، خير من الدنيا وما فيها. بعده سبحان الله أخوانا ما يصلح العلم هذا، واحد كل فائدة واحد كل. نعم أنها تقضى وهذاك تقضى يصليها. حتى الثاني تقضى ما في فرق، بس هذا اثنين لها قراءة خاصة. قل يا الكافرون قل هو الله أحد، صحيح تخفف دون الإخلال بالصلاة أو عدم اتيان بالأركان. نعم. وثبت هذا الأمر الخامس، ثبت فيها أن فيها اضطجاع، لكن في البيت اضطجاع على الشق الأيمن، لكن هذا في بيته وهذا عن بقية السنة الراتب. طيب ما علينا، يبقى معنا الكلام عن الوتر. من يعرف؟ أخوانا اللي يعرف يرفع إصبع، ما نريد أحد يتكلم. كم عدد ركعات الوتر؟ أقل الوتر كم؟ بسم الله اصبر. نعم ركعة خطأ، اللي يقول ركعة خطأ، في أحد عنده غير ركعة؟ نعم ثلاث ركعات، هذا أقل الكمال. أقل ماذا؟ أقل الكمال، هكذا يقول العلماء، يعبر العلماء يقولوا أقل الكمال ثلاث ركعات. نعم. وأقل الأقل ركعة. قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، قال من ترك الوتر أقل الأقل ركعة، من ترك الوتر أي ركعة وهو يقدر عليه، أقول ما يقدر على ركعة، فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة، يعني فاسق. من ترك الوتر وهو يقدر عليه فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة، مفهوم؟ نعم. أي نعم، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في حضر ولا في سفر. طيب ما أسمع شيء، أنا ما أسمع شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخوي أجيب لي عصا. طيب يبقى إلى العصر الساعة المغرب الساعة كم؟ الساعة كم الآن؟ أذن 7:30. يبقى معنا فقط ما يتعلق بشرح أركان الإيمان، ما يتعلق بشرح أركان الإيمان. الإيمان له أركان ستة. أن تؤمن بالله، كيف تكون مؤمن بالله؟ تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وتؤمن بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا. ما أدلة إجمالا على وجود الله؟ الأدلة الإجمالية على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. العقل والحس والفطرة والشرع أربعة أدلة إجمالا. العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل ويرى هذا الانتظام البديع في الكون ولا يثبت أن للعالم خالق واحد مدبر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الأول العقل. الحس تكون في كرب وشدة، ترفع يديك للسماء تدعو تجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما في السماء سحابة، دعا اللهم أغثنا لم ينزل عليه الصلاة والسلام إلا ولحيته عليه الصلاة والسلام تقطر ماء، دليل حسي. قام الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار يدعون، وكل واحد يدعو يرى أمامه الصخرة تنفرج، هذا دليل محسوس ترى. الفطرة كل مولود يولد على الفطرة. الرابع الشرع، وهذا كثير، بل ابن القيم رحمه الله يقول لا تخلو منه آية، أي التوحيد، لا يوجد آية في القرآن وليس فيها توحيد حتى صاد كلام الله توحيد. نعم. طيب هذا إذن الإيمان بالله، تضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، الإيمان بوجود الله، أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة، كيف تكون مؤمن بالملائكة؟ تؤمن أنهم عالم غيبي، يعلمون الغيب؟ لا، عالم غيبي لا نراهم، ما أحد يعلم الغيب إلا الله، من ادعى خلاف هذا فهو كافر كفر أكبر.
عالم غيب خلقهم الله من نور يطيعون الله ولا يعصونه. لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. أرواح وأجساد وعقول وقلوب. أرواح روح القدس وأجساد جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. عقول حتى إذا فزع عن قلوبهم هذه القلوب قالوا ماذا قال ربكم يسألون ويجيبون هذا دليل لهم عقول. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام إجمالا وبمعلم أن الله من أسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وصفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم وأعمالهم جبريل مثلا موكل بالوحي وملك الموت قبض أرواح الخلق والأخبار التي جاءت عنهم. الإيمان بالكتب نؤمن بأنها كلام الله منزل لا مخلوقة وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبمعلم أن الله من أسمائه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام وبما أعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. الإيمان بالرسل نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام أن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وبما أعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ماذا يكون بعد الموت؟ قبض الروح وصعودا بها للسماء عودتهم بها للجسد يسمع قرع نعالهم سؤال الملكين عن أصول الثلاثة عذاب القبر نعيم القبر البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر وارتاح. السادس الأخير الإيمان بالقضاء القدر له مراتب أربعة تضبطها لابد: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو جاد وتكوينه. علم وكتابة ومشيئة وخلق هذه يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء القدر. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الكتابة أمر الله القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى تقوم الساعة كل شيء مكتوب. المشيئة هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق فالعبد مخلوق وأعماله مثل مخلوق تابع له والله خلقكم وما تعملون الله خلق كل شيء. طيب أنا أترك لكم فرصة الآن تراجعوا ما أخذنا خمس دقائق تجتمعوا الآن تكتبوا ثم بعد المغرب إن شاء الله تعالى عندنا اختبار فيما أخذنا وأسألكم عن شروط الصلاة ونضيف عليها أركان الصلاة. أركان الصلاة ما تحتاج إلى حفظ كل واحد منكم يصلي صح؟ نعم. ماذا تصنع في الصلاة؟ قال القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع كذا خلاص؟ طيب نعم فبعد المغرب إن شاء الله أي أنا ما أريد أن أشق عليهم وإياكم في غير شيء ها الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك.